الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم سنتكلم عن ذكر وهو ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا الذكر يبطل عليك العين، خصوصا العين، ركز معي على العين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إذا أكثرت منها يوميا تحس بخفة في الجسد وتأتيك أفكار جيدة. الذي تريد أنت مثلا تريد أن تسافر، يبدأ يأتيك أفكار أو تزيل عليك العكس. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تزيل عليك الربط. إذا كان عندك الربط على أي شيء، زواج، سفر، عمل، أي شيء بإذن الله تزيله، ولكن يجب المداومة عليها وسترى نتائج في نفس اليوم. إذا قلت بعقل حاضر، إذا لم تستطع أن تقولها بالعادة تقولها مثلا بالوقت 20 دقيقة مثلا، أما إذا استطعت فتقول 40 دقيقة. العدد الذي أنصح به أنا دائما هو 1000. إذا لم تستطع تقولها 100 مرة في الصباح ومئة مرة في الليل، 100 مرة في الصباح ومئة مرة في الليل، أو 1000 في اليوم. وإذا أردت الوقت ف40 دقيقة و20 دقيقة على حسب وقتك. يوميا تزيل لك العكس والنحس، تجلب الرزق وتبطل الأسحار وتبطل خصوصا العين والربط إن شاء الله. يومين سترى نتائج إن شاء الله مبهرة في حياتك. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.